Good morning حبايبي صفا. Well, how are you? Hoping that you are fine. اليوم بدنا نعمل ريفيو للجرامر pronouns. الجرامر لايش؟ للبرونونز. ايش يعني برونونز؟ اول يلا مع بعض، شو هي البرونونز؟ الضمائر. ايش هي الضمائر؟ برونونز. ليش هي الضمائر جمع؟ لانه عندنا اس الجمع. اس ايش؟ الجمع. What's today? Today is Wednesday. What's today? Today is Wednesday. What's the date? The date is 10th of March 2021. عنا البرونونز. إيش حكينا الضمائر؟ شو يعني ضمائر؟ الضمير يعني هو عبارة عن الضمير بدل الاسم. الضمير بدل إيش؟ بدل الاسم. يعني مثلا عنا the word I، هاي الضمير I. لإيش هذا؟ شو حكينا عنه يا أول؟ لمين إحنا نستخدمه؟ Very good، يعني أنا، إلي أنا. Take place of your own name. لإلي أنا، لي أنا، لي أنا، أو لإسمي، يعني إسمي أنا. أوكي؟ طيب. The word I is always written as capital. يعني زي ما شرحت لكم إياها، إنه ما لازم نكتبه الآي بالسمول. هذا wrong، ما بنكتب الضمير، بس الضمير مش الحرف I، الضمير. أوكي، فلازم يكون capital. إيش يعني capital يا أول؟ كبير. very good، كبير. letter like your name، مثل اسمك. مزبوط. يلا هاي نشوف example. I am Sarah. هيها I am Sarah. I have a book. أوكي، هيها I capital. ماشي. عندنا الضمير he والضمير she والضمير it. أعطيتكم إياهم يا أول، يلا مع بعض أنا وياكم. يلا الضمير هي لمين؟ very good يا أول. لا هو لمين؟ يعني هو للذكر. يلا إيش هاي يا أول؟ مين يتهجل إياها؟ إيش الاسم على الأتش؟ شو بنلفظها؟ شين. very good. she الضمير she هي لمين؟ للبنت. أوكي طيب it لمين الضمير هاي يا أول؟ يلا مين يجاوبني الات لمين؟ very good excellent. للجماد والحيوان. excellent. هلا فينا الضمير they شو أخذناها مبارح يا أول؟ very good. التي مع الاش شو بنلفظها؟ the. والواي هون يا they هم they هم take place of some nouns لبعض الأسماء. Use he for a man. هاي هون شرح لكل واحدة من البرونونز. نستخدم use. yeah. use معناها نستخدم الضمير he for a man للرجل or a boy للولد. اوكي yeah. he is my dad. هيو dad ايش هو؟ ذكر. معناته بنقول رجل. he is my dad. use نستخدم الشي هي for woman للمرأة أو girl للبنت. بنقول she is my mom. هيها هلأ الات ليش بنستخدمها؟ قلنا للجماد والحيوان. use تستخدم for an animal للحيوان or things للأشياء. هون الأشياء that mean الجماد الأوبجكت، يعني الأشياء اللي ما بتتحرك اللي ما فيها حيوية. For example what's this table. very good. منقول it is a table. هذا شو؟ إيش هذا؟ what's this lion. very good. it is a lion. excellent حبايبي. هلا use they كيف تستخدم they؟ for more than one person يعني أكثر. more than أكثر من. أكثر من شخص animal حيوان أو جماد. بمعنى إنه المور تستخدم لأي إشي في صيغة الجمع. في صيغة إيش؟ الجمع، إن كان حيوان أو إنسان أو جماد. أوكي نقول they are children. طبعا هون children يا حبايبي هي جمع أطفال. child لحاله child طفل. هيها هاي طفل لحاله. okay.
They are dogs. هاي جمع للحيوانات. They are pencils. جمع للأقلام للجماد. يعني جماد حيوان إنسان. هاي أجات they. مفهوم؟ they نستخدمها لثلاث أشياء. شو هي يا أول؟ Very good. للإنسان وللحيوان وللجماد. نعيد. للإنسان person. بعدين للthings الأشياء وللanimals الحيوانات. مفهوم لإيش they يا أول؟ أوكي حبايبي فهمناها. they يعني هم. شو يعني they؟ هم. يلا ما بعد. they هم. they هم. they are children. هم أطفال. they are dogs. they are pencils. جماد حيوان إنسان. ماشي حبايبي صف أول؟ استوعبنا هيك. هلأ في عنا الوي واليو. أعطيتكم إياهم أنا. أنا بس تعرفوهم الوي شو معناها واليو. بس هدول من البروناون لزيادة. يعني هم هدول extra information. اللي هي الوي واليو. الويو يعني أنت. والوي يعني نحن. بس يعرفوها بس معنات وي ويو. طبعا هاي الوي واليو للبيرسون نحن. واليو أنت. وي نحن. يو أنت. نفس ضمائر they والit والhe والshe. أوكي؟ طبعا في عنا احنا ضمائر جمع وضمائر مفرد. هلا انتبهوا لي هون. الhe والshe والit هاي اسمها ضمائر مفردة. ايش اسمها يا أول؟ ضمائر مفردة. they والi والwe والyou ضمائر جمع. ضمائر جمع. بشرح لكم إياها مرة تانية الضمائر الجمع. بس هلأ خلينا نفهم إيش يعني هي وشي وإت وذي. ماشي. والآي طبعا لا تنسوا الآي. أوكي حبايبي. Thank you. Love you. See you. Bye bye.